ولنقاش ملف تنسيق الأمن للسلطة الفلسطينية مع الكيان الصهيوني ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الكاتب الصحفي الفلسطيني ماهر شاويش. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أدانت الفصائل وحركات المقاومة في غزة تحديدا والجمعيات في الخارج عودة العمل بالاتفاقيات الأمنية بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني، كيف يمكن قراءة خطوة السلطة إذا وضعناها في إطارها الزمني بعد المصالحة الوطنية أو التهيئة لهذه المصالحة بين الفصائل والحركات؟ نعم، حقيقة بداية يجب أن نشخص الواقع بشكل دقيق حتى نستطيع أن نصل إلى مخرجات واضحة وإلى آلية عمل أو حتى الإجابة على سؤال ما العمل في هذا التوقيت الصعب. هذا السلوك الذي سلكته السلطة أنا بتقديري طبعا ليس مستغرب، وأنا كنت قد كتبت عن ذلك، ولم أكن أصلا متفائلا في مسار المصالحة ككل بعد كل الذي جرى في جولات المصالحة على مدار 14 عام. هذه السلطة قد حسمت أمورها ليس فقط منذ اتفاق أوسلو، أركان هذه السلطة حسموا أمورهم ما قبل اتفاق أوسلو. هذه السلطة منذ البرنامج المرحلي عام 1974 عندما طرحت هذا البرنامج المرحلي وعندما كانت تقوم بلقاءات خلف الكواليس مع هذا الكيان، كانت قد حسمت أمورها بأنها مسارها هو مسار التسوية. الآن حقيقة الإشكالية في التوقيت أن هذا التوقيت يعطي ممرا لبعض الدول التي طبعت مع هذا الكيان بأننا لن نكون ملكيين أكثر من الملك. وأيضا لا شك أنه ضرب بكل جهود مسار المصالحة، وسيؤدي إلى إرباك في الساحة الداخلية الفلسطينية وإلى تأخير في معالجة كل ملف الشراكة الوطنية الفلسطينية. المشكلة في هذه السلطة حقيقة أنها باتت بشكل واضح وصريح، يعني وضعتنا أمام كارثة وطنية بامتياز. هذه السلطة الآن لم تعد تفرق بين الهزيمة والانتصار، هي تقدم لنا هذه عودة التنسيق الأمني على أنها انتصار. هذه السلطة فشلت في تحديد معسكر الأعداء ومعسكر الأصدقاء، ولم تستطع أن تبني حلفاء بشكل صحيح لقضية عادلة مثل قضية الشعب الفلسطيني. الآن حقيقة تشخيصنا لهذا الواقع يجب أن يدفعنا بالسؤال ماذا نستطيع أن نفعل في هذا التوقيت. أنا بتقديري يجب أن لا تكتفي الفصائل الفلسطينية ببيانات الشجب والاستنكار. بعد الذي جرى الآن وبعد ضرب جهود المصالحة وبعد يعني إدارة الظهر لكل ما جرى اتفاق عليه في اتفاق الأمناء العامين، يجب أن تتداعى كل الفصائل الفلسطينية وأيضا مؤسسات المجتمع المدني، ويجب أن يكون هناك أيضا دعم وإسناد من الشعب الفلسطيني باتجاه موقف واضح وصريح من هذه السلطة. سيد ماهر، السلطة الفلسطينية ترى أن هذا الاتفاق والتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني لمصلحة الشعب الفلسطيني، وهي مصلحة استراتيجية. ما مدى صحة ذلك وماذا سيستفيد الجانب الفلسطيني من هذه الاتفاقيات؟ هذا ضرب الرماد في العيون. أين هي المصلحة وأين هي الاستراتيجية في هذا الفعل؟ إذا كان التنسيق الأمني يضرب كل فعل مقاوم حتى لو كان مقاومة شعبية في الضفة الغربية، وأيضا يعني يجعل أي حراك لأبناء شعبنا الفلسطيني مقيد بهذا التنسيق الأمني. ما هي المصلحة في أن توقف استلام أموال المقاصة لكل هذه الفترة، علما أن هذا الإجراء لم يؤثر بأي شكل على الكيان الصهيوني وإنما بالعكس أثر على أبناء الشعب الفلسطيني وجعل أبناء الشعب الفلسطيني من الموظفين وغيرهم في حالة فقر مدقة وفي حالة عوز، وهذا للأسف كان بسبب حتى يتم الضغط عليهم حتى يعني ينتفضوا في وجه هذا الاحتلال بفعل تكتيكي محض خالص، وليس في بفعل يعني ضمن رؤية استراتيجية وضمن رؤية نضال وطني شامل تسترد عليه هذه السلطة الفلسطينية. لا يوجد أي مصلحة استراتيجية في عودة التنسيق الأمني، بل على العكس تماما، هذه خطوة مدانة تماما، وهذه خطوة لا تصب إلا في مصلحة الكيان الصهيوني. وللعلم خيار عودة الانتصارات وعودة التنسيق الأمني كان خيارا بين ثلاث خيارات قدمتها السلطة، بمعنى أن السلطة هي التي بادرت في رسائلها لهذا الكيان وقدمت ثلاث خيارات. أول هذه الخيارات هو مؤتمر دولي برعاية الرباعية الأممية وإعادة المفاوضات، والخيار الثاني هو إعادة المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في عهد باراك أوباما، والخيار الثالث هو أن يرسل الكيان الصهيوني ورقة فيها تعهد بأنها ملتزمة بهذه الاتفاقيات. وهذا الخيار هو الذي اختاره الكيان الصهيوني وليست السلطة التي اختارته، وبالتالي هذه السلطة رهينة تماما بكل ما تفرضه عليه دولة الاحتلال. وهذه السلطة مع الأسف تراهن الآن على إدارة جديدة لم تعطينا شيء في عهد باراك أوباما، لأنه حقيقة جون بايدن كان نائب أوباما في فترة الانتخابية. إذا نحن لدينا مع الأسف الآن سلطة غير قادرة على التشخيص السليم، غير قادرة على قيادة مرحلة
المعذرة على المقاطعة فقط، إلى أي مدى ترتبط هذه الخطوة من السلطة الفلسطينية لإعادة التنسيق الأمني بعمليات التطبيع المستمرة من الدول العربية؟ هذا للأسف كما قلت في البداية، هذا يعطي لهذه الدول يعني جرأة أكثر على الذهاب باتجاه التطبيع، وربما تلتحظ الدول الأخرى الآن كانت مترددة في قضية التطبيع، ربما الآن بعد عودة التنسيق الأمني وعودة الاتصالات ستجرؤ هذه الدول على التطبيع مع الكيان الصهيوني. والخطوة بشكل عام هي خطوة ملتبسة في هذا التوقيت، لأنها أيضا قدمت مبرر لما تطبع من الدول السابقة. وقد علمت مسبقا قبل الخروج على هذه المقابلة بالذات أن السلطة الآن تفكر في إعادة سفيرها إلى البحرين والإمارات، وربما سيتم إعادته في القريب العاجل. وبالتالي هذه الخطوات مع الأسف كلها لا تصب في مصلحة القضية الفلسطينية، لا تعطي دفعا إلى أمام إلى لهذه الحركة الوطنية الفلسطينية. هذه الخطوة مع الأسف هي خطوة أصلا لا تنسجم مع تضحيات أبناء شعبنا الفلسطيني ولا مع طموحه. لو تابعنا خلال ال 24 ساعة الماضية ردود الفعل الشعبية وردود فعل مؤسسات المجتمع المدني وردود حتى جميع الفصائل الفلسطينية لشعرنا ورأينا بشكل واضح وصريح ما هو نبض الشارع الفلسطيني وهو نبض الفصائل الفلسطينية بعد حركة فتح التي تمثل السلطة الفلسطينية الفلسطينية الآن. شكرا جزيلا لك، المعذرة لضيق الوقت. الكاتب الصحفي الفلسطيني ماهر شاويش حدثنا عبر سكايب من أمستردام.